الدروس اللي حضرتك او الدروس المستفاده هناخد من اجمالي دور المجموعات علشان مستر موسيماني يبدا الدروس دي نستفاد منها كمان على مستوى اكيد على مستوى الدوري، لازم يكون طبعا البدايه تكون قويه ان شاء الله، لكن كمان على مستوى المنافسات الاهم في دور الثمانيه. ملاحظاتك ايه بالنسبه لدور المجموعات، اداء النادي الاهلي في توتال دور المجموعات في توتال والدروس المرحله دي في المرحله الخمس مباريات يعني خمس مباريات اللي تلعب البطوله دايما تصنع من خلال الفوز خارج الديار يا كابتن. يعني لو جينا تقلبنا التاريخ كله وعملناه كده ومسكنا ورقه وقلم في بطولات الاهلي اللي قبل كده تلقى الفوز خارج الوطن بيبقى مهم جدا، لانه خلاص بيكسر حاجز النفسي، بيسهل عليك المهمه. انت في البطوله اللي فاتت اللي فزت بيها التاسعه، فوزك على الوداد في المغرب هو اللي حسم انك انت تاهلت للمباراه النهائيه. صحيح. فانت لما خسرت قدام سيمبا كان درس قاسي جدا، كمان كانت الخساره صعبه جدا وكان الغالبيه بعيدا تماما، يعني بعيدين تماما عن التركيز في المباراه دي، وكان في اخطاء بالجمله واتهامات موسيماني وتشكيك في، يعني عاوز اقول لك ايه، هو كل مباراه بيبقى لها حساباتها، لكن لما يتكرر الامر ان يبقى مباراه اداك مش قد كده وبعد كده شوط وشوط، يبقى هنا في عدم استقرار بقى، يبقى في حاجه هنا في خلل. بس في عوامل اعتقد برضه ما هي العوامل دي حضرتك انت بتخليك ايه؟ انك انت بتحط في الحسبان يبقى فيها شغل معمول ان بالظبط احنا عايزين ناخد من ده وناخد يعني مثلا حضرتك بتتكلم ان دور المجموعات كان فيه تذبذب في المستوى من الوضع خلاص ما عادش خلاص خروج المغلوب ما عادش فيها ايه؟ هناخد من النقط دي عشان ان شاء الله في دور الثمانيه. انت بتتكلم على اداء اكتر من رائع خارج الديار امام فيتا كلوب، وبعدين اداء متواضع امام المريخ، ثم اداء انا بقول اداء كمان رائع امام فيتا كلوب في القاهره رغم يعني النتيجه لا دي في عدم توفيق وعدم تركيز في تذبذب نتيجه حاجات، نتيجه مثلا كان في اصابات، نتيجه الاجنده الدوليه شويه، نتيجه ارهاق، ناخد من ده كل ايه علشان ان شاء الله في دور الثمانيه يبقى عندنا خلاص هي مش مستحمله يعني الموضوع خروج بالاقصاء ديت، يعني المباريات بتبقى صعبه جدا، نستفاد او الجهاز الفني الموسيماني ياخد من ده علشان ان شاء الله الصوره تبقى تلعب كويس وتكسب، ويكون عندك كمان زي ما انت بتقول ثقافه الفوز خارج الارض، ده مهم جدا. بص دي رقم واحد، الفوز خارج الارض هو الهدف الاساسي اذا ما اردت الوصول لللقب العاشر ان شاء الله باذن الله تعالى، فانت مطالب انك انت على تاكيد على الجزئيه دي. طيب تمام. ثانيا الاصابات مثلا، ما انا بقول لحضرتك ماشي، ما انت عندك اصابات بامانه شديده برضو غريبة جدا، رجعنا تاني يعني برضه، لكن هي قلت عن الاول بامانه، لكن دلوقتي مثلا اصابه هاني معلول يعني من اللعيبه الركائز الاساسيه، والنهارده نقاش يقول لك ده مش هرجع قبل شهر اربعه، برضه دي برضه حدوته برضه، ده الكلام ده من امتى؟ احنا بنحكي من فبراير من اصابه كاس العالم في كاس العالم لغايه النهارده، برضه دي محتاجه علامه استفهام بامانه شديده، ومحتاجه ايه السبب اللي وصل لاعب بحجم لاعب دولي كبير جدا بحجم انه يوصل للمرحله دي، والنهارده دي في خروج كمان يمكن ولا مصاب، ما نعرفش بقى تفاصيل الحدوته عامله ايه. كثره الاصابات دي بتعمل عائق مع الظروف اللي احنا شايفينها كورونا والكلام ده كله، لكن كثرة دي تعمل لك مشاكل اساسيه، لكن انت كفريق بطل بيبقى عندك البديل، لان عندك 30 لاعب، لو ساعدوا لك عندك 30 المفروض انت مختارهم بعنايه انه هتشيل ده وتحط ده مساله، بس بيكون في لعيبه مؤثره بشكل مباشر طبعا. مش ثبات التشكيل يعني ثبات التشكيل ده اللي ثابت، يعني بدات الامور تبقى افضل من الاول. يعني خلاص بدانا نحفظ انه خلاص خط الخلف خط نص الملعب معروفين، الخط لما بدات تتضح ملامحه، خاصه ان يمكن مستر موسيماني في مباراتين اللي فاتوا على المستوى الافريقي لعب بنفس التشكيل امام فيتا كلوب وامام المريخ، محمد شريف ونفس ومروان يعني بص يعني برضو ايه هنقول ده شيء كويس جدا. دي حاجه ثانيه، البعض يفقد التركيز، دي بقى مشكله يا كابتن واضحه بامانه شديده، يعني محتاجه يعني مش عاوز اقول انه محتاجه تشديد كبير جدا على مساله التزام اللاعب نفسه واعاده تكرار للاعبين الصغيرين او حتى اللاعبين الصغار انه السهر ممنوع طول انك انت ما مسافر، ودي في اخطاء كتير جدا ممكن يتقال فيها كلام انه النوم مبكر والصحيان مبكر. خلي بالك من الحاجات المهمه جدا ان عملت نقله في الاهلي فتره لما جه مانويل جوزيه السلام المهمه، كان كل التدريب بيبقى على العصر، جه مانويل اقر التمرين 8 صباحا،
فكان التجمع دلوقتي بيتمرنوا من دلوقتي الساعه 9 انا بقول لك قرار التمرين ده عشان يعرف كان يعمل في عمليه الانضباط والالتزام واتضح بعد كده اللي ما استطاعوش ان هم يحافظوا على الكلام ده خرجوا من الدايره بتاعته وكان نتيجتها ايه في التزام تام جدا وتركيز وحاجه كده. فانت عندك المرحله الجايه دي خلاص يا جماعه احنا دخلنا في مرحله في غايه الاهميه مباراه مقابل مباراه يعني خروج المغلوب ما فيهاش انتظر لما اعوض ولا بتاع مباراه جات القرعه في مباراه الذهاب خارج القاهره هيبقى بالنسبه لك مطالب انك انت تكسب مش رايح تلعب مباراه ولا انتظر عوض لان الكره ما عادش في خلاص ما عادش في ظل غياب الجماهير لم تعد هناك ما يسمى بالارض تلعب مع اصحابها خلاص الارض متساوي كلها اكبر دليل زي بتفرج مع حضرتك يمكن على اهو على باريس سان جيرمان والبايرن مباراه وكميه فرص وضغط رهيب جدا متواصل ودقيقتين وقت ضايع الكره ما خرجتش فعاوز اقول لك ايه انه اكيد في هيبقى بعد مباراه الجمعه اكيد مستر موسيماني في الحاجات دي صاحب يعني مع سرعه الدوري والكلام برده في ضغوط كبيره جدا هيبقى في برده اكيد في تكليف حد بدراسه اللي حصل فيه في الست مراحل بتاع المباريات الذهاب والاياب والسلبيات والايجابيات ورصدها بشكل افضل بشكل يوضح ايه الحاجات اللي الاخطاء اللي احنا ارتكبنا فيها الخلل حصل في مباراه او اتنين كان نتيجته اكيد الجهاز الفني عارفه يا كابتن واكيد اللعيبه عارفه واكيد الحاجات دي هتبقى يعني واضحه لانه في مباراه دور الثمانية الامر مش هيكون قابل للتجربه ولا قابل ان ما كنتش في تركيزي او ضيعت او ما ضيعتش يعني برضو ظاهره اهدار الفرص ده دليل على انه الجزئيه دي برضو محتاجه شغل من الجهاز الفني حسنا فيها بشكل افضل بس يعني برضو يعني فيها يعني انت ممكن يجي لك في مباراه 7 8 9 10 اهداف تجيب منهم هدفين ماشي هتقول لي ده ما خلص النص مش يبقى لكن عندك فرصه انك انت تزود ما ده برضو بيديك ثقه اكتر في تنفيذ الحاجات دي والمهام دي فاعتقد انه انك انت ايه مباراه يوم الجمعه مباراه مهمه الفوز بيها مطلوب والاداء القوي فيها مطلوب بدليل على كمان حتى تصريحات المدرب الفني بتاع سيمبا بعد المباراه وقبل المباراه والكلام ده عشان راجل عالم يعني اشتغل من هنا شويه ما تدرب نادي الاسماعيلي فعنده نوع من ايه معتبر النادي الاهلي يعني بالنسبه له محفز الفوز بيه ده في حد ذاته بطوله لكن في مباراه مهمه مع فريق مفاجاه دوري ابطال افريقيا حتى الان في المستوى اللي هو قدمه والاداء والفوز خارج ملعبه وداخل ملعبه ده برده عامله له ايه فاعتقد مباراه مش هتبقى مباراه سهله برده هتبقى محتاجه جهد وتركيز كبير جدا من اللعيبه لانه الفوز فيها يمنحك برده يحسن الصوره 11 نقطه بدلا من 8 افضل بدلا من 9 افضل لانه عاوز اقول انه صح فعلا نقول انك انت مهمتك تجميع النقاط من اجل التاهل لكن في حد ذاته فريق بحجم الاهلي بطل افريقيا لابد الناس برده جمهور الكبير والعريض بينتظر منه اداء الاقوى بينتظر منه الفوز والحال المستويات بتروح وتيجي هي دي الكوره لكن برده في المجمل لازم يبقى عندي نتيجه انا الافضل في 1 2 3 4 صحيح.